فضيلة الشيخ، إذا توضأ الإنسان ثم وجد بعد الوضوء أن على رجله أو يده لاصق بمقدار الظفر بحيث أنه يجزم أن الماء لم يصل سواء قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فما الحكم؟ نعم، إن تيقن أن هذا اللاصق كان قبل الوضوء فهو لم يصح، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وما تحت هذا اللاصق لم يغسل، فيكون الوضوء غير صحيح. واما اذا اشكل عليه هل حدث هذا قبل الصلاه او بعدها واما اذا اشكل عليه هل حصل هذا قبل الوضوء او بعده فوضوءه صحيح ولا تلزم الإعادة، لان الاصل عدم وجوده. إذا كان قد تيقن أنه قبل الوضوء فإنه يزيله ويتوضأ ويعيد الصلاة. نعم.